خلينا نستقبل أكرم الهادي حارس مرمى منتخب السودان والمريخ السوداني السابق معانا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس. مساء الخير وأهلا بيك طبعا على شاشة الأهلي. مساء الخير عليكم وأهلا بالسادة المشاهدين على عبر قناة الأهلي. أهلا بيك كابتن أكرم. خليني هبتدي مع حضرتك الحقيقة بقرايتك لتصريحات الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني اللي قال انه بالنسبه له النادي الاهلي كتاب مفتوح وانه جاي القاهره مش عشان يدافع ولكن عشان يلعب مباراه هجوميه ومفتوحه. في رايك اكتر ده سيناريو قابل فعلا للتطبيق على ملعب استاد القاهره ولا ده للناحيه يعني بيروح لاكتر تصريحات اعلاميه هدفها الدعم النفسي للاعيبه المريخ؟ والله في البدايه خلونا نبارك للنادي الاهلي مجلس اداره ولاعبين وجمهور بالفوز بالمركز الثالث في مونديال الانديه. الاهلي كبير الغم هو دائما معاون الاهلي. فبالنسبه للمباراه وتصريحات هذا الفن اكيد هو ما في حد يعني ما بيعرف النادي الاهلي، فهو بيتكلم عن النادي الاهلي ككتاب مفتوح بالنسبه له ومدرب كبير سبق له انه يعني عامل في الدوري المصري وبيعرف النادي الاهلي كويس. فالنادي الاهلي نادي يعني نادي كبير ما محتاج الناس تدرسه او تتفرج عليه، وانت بتلعبه وانت عارف حجم النادي الاهلي. المريخ برضه فريق كبير برضه تعرف البطوله عنده يعني لعيبه مميزين وعنده مجلس اداره يعني قدر يوفي في الفتره اللي فاتت لعيبه على اعلى مستوى وجهاز فني يعني جديد، لكن برضه درايه بالكره السودانيه وبالبطولات الافريقيه وكده. فان شاء الله يعني احنا بنتمنى انه المباراه تكون يعني مباراه جميله وتليق بسمعه الناديين الكبيرين وبين العلاقه القويه يعني بتربط الدولتين يعني ووادي النيل وكده. والواحد يعني بيتمنى انه العاطفه بيتمنى انه المريخ يقدم مباراه كبيره ويطلع بنتيجه ايجابيه يعني من امام الاهلي، والواحد بيتمنى انه الفريقين يعني يظهروا في المجموعه دي ان شاء الله. هل بتشوف انه فكره تغيير الجهاز الفني وتولي ناصر الدين نبي المسؤوليه ممكن تكون واحده من العقبات اللي بتواجه المريخ السوداني في بدايه مشواره في بطوله افريقيا، ولا شايف انه حاله الانسجام او حاله التاقلم قدرته على التعرف على مواطن القوه والضعف في فريق المريخ وتطوير مستوى الفريق بشكل عام حصلت بالفعل؟ والله شوف انا زي ما قلت لك قبل في البدايه انه يعني هو ما غريب على الدوري السوداني ولا على اللاعب السوداني ولا غريب على المصري، هو سبق وان عمل في الدوري المصري وسبق له برضه عمل في الدوري السوداني مع نادي الهلال، فبيعرف امكانيات يعني اللاعب السوداني وقدرات اللاعب السوداني. فاكيد يعني خلال المعسكر القصير اللي سيد عمل في القاهره واتفرج على مباراه في الدوري واشرف على مباراتين تقريبا في الدوري، فاكيد هي فتره زمنيه ما كثيره ما كافيه، لكن بالخبره بتاعت المريخ عنده لعيبه يعني كبار لعيبه على مستوى عالي بيلعبوا خطوات المدرسه كثير في الفترات الاخيره. ان شاء الله يعني مع الخطه وطريقه اللعب بتاعت الجهاز الفني ان شاء الله المريخ يقدر يطلع المباراه ان شاء الله. من اربع خمس نسخ وتحديدا يمكن 2015 المريخ قدم موسم قوي جدا ومحترم جدا مستوى محترم جدا على مستوى البطوله الافريقيه واعتقد انه وصل للدور نصف النهائي. هل تتوقع انه الكتيبه الموجوده حاليا قادره انها تحقق او تقدم نفس المردود نفس المستوى؟ هل شايف انه المريخ عنده قدره على الوصول لابعد نقطه في مشوار بطوله افريقيا ولا السكواد والظروف المحيطه بالفريق مختلفه عن 2015؟ والله انا بفتكر انه الظروف حاليا الفريق تختلف اختلاف كبير يعني عن 2015، لكن انا بفتكر انه حاليا يعني مجلس اداره نادي المريخ بذل اقصى ما يجهد عشان يوفر يعني مناخ مهيئ كويس للاعبين عشان يصلوا على المستوى في البطوله. انا افتكر انه المريخ ما يعني حاليا مهيئ كويس انه يمشي بعيد في البطوله وان شاء الله يعني مع الشباب يقدروا يوصلوا ابعد في البطوله. انا بتمنى المريخ يعني يتاهل في المجموعه دي، بتوقع ان المريخ دخل والنادي الاهلي دخلوا مع بعض. واحنا كمان نتمنى ده طبعا، ده شيء ما فيش شك فيه، تاهل المريخ والاهلي شيء يشرف الكره المصريه والسودانيه وبشكل عام الكره العربيه. خليني اسال حضرتك على التدعيمات، يعني سمعنا في اخبار كتير على انه الفريق قدر انه يدعم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين، اذا كان ممكن تكلمنا عن اهم المراكز واهم الاسماء اللي انضمت للمريخ في الفتره الاخيره.
والله شوف، المريخ تقريبا عمل ماركاته كويس، جاب لعيبه محترفين على مستوى عالي، فدعم بقى خطوط الفريق، ورد الفريق عنده عناصر مميزه، عناصر خبره، يعني من حراسه المرمى لخط الدفاع لخط الوسط للهجوم، فعنده عناصر مميزه وخبرات كبيره وبطولات افريقيه مع المنتخب الوطني، ومع العناصر الجديده الاضافات اللي على مستوى عالي شويه بتاعت انسجام ووقت، ان شاء الله بيكون في شكل كويس للفريق، وان شاء الله هيقدروا بإذن الله يتأهلوا في المجموعه دي. هو ان شاء الله من وجهة نظرك مين هم أهم مفاتيح اللعب في الفريقين، سواء الأهلي بما أنه الأهلي كتاب مفتوح أو في المريخ السوداني؟ والله شوف، أنا زي ما قلت لك في بداية الحوار إنه أنت لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي أنت بتتكلم عن كبير الغوء في الغرب، فما بتحدد إنه عنده فلان وفلان وفلان، مع إنه عنده جهاز فني محترم شديد، عنده لعيبه كبار على اعلى مستوى، لعيبه محترمه، عنده مجلس اداره محترم شديد، فقدروا يوفروا كل شيء للنادي الاهلي انه يسهر بالمستوى الزهربي في مونديال الانديه الاخير. فالنادي الاهلي ما في يعني ما عنده، انا بفتكر انه النادي الاهلي اسم النادي الاهلي لاي شيء. كذلك المريخ، المريخ باسمه الكبير وتاريخه الكبير عنده لعيبه على مستوى عالي شديد، كان وطنيين كان اجانب، فنقطه قوه المريخ في شكله، في طريقة لعبه، في الروح تحت المريخ. ان شاء الله يعني نشوف المريخ جديد مع ايوه كابتن اكرم، انت حارس دولي وتعرف يعني ايه لعيب ممكن يكون خطير او لعيب ممكن يكون مفتاح الفوز لفريقه، وبالتاكيد في الناحيه دي والناحيه دي اتنين من اللاعبين على اقل تقدير ممكن تقولهم لنا، يعني بالتاكيد انت عارف ممكن النادي الاهلي ممكن يكون مين اكتر اللاعبين تميزا، او لو انت بتدي نصيحه انه اللاعب ده يجب رقابته او يعني وضعه تحت رقابه، ونفس الحكايه في المريخ السوداني، محتاج اسمع منك اسمين بس على اقل تقدير. شوف النادي الاهلي هو بقول لك يعني من زمن، يعني من زمن كابتننا الكبير اللي هو انا زعملته في المريخ السوداني وفي الملاعب واستفدت منه كبير كثير، من هنا انا بحييه هو واسرته الكابتن حسام الحضري. النادي الاهلي عودنا دائما بحراس مرمى كبار، حاليا تواجد عنده حارس من افضل الحراس في الغره الشناوي، ومثل قوه ضاربه في الفريق. في انا افتكر انه المريخ محظوظ انه علي معلول مصاب، في مجدي أفشة، في نجم السلمى، في يعني في كذا لعيب في النادي الاهلي هم ممكن يكونوا يعني مصدر قوه. كذلك في المريخ عنده حراسه مرمى كويسه، في بونجي، في خط دفاع، عنده كابتن الفريق بيلعب في خط الدفاع، عنده لعيبه وسط ممتازين، عنده اضافات هسه عنده محترف لواندي بيلعب في الوسط، عنده مهاجم جامايكي جابه، عنده سيف، في سيف ديري، في ضياء الدين في وسط الملعب، يعني في لعيبه كلهم عنده مستعد، في منتدى النيل في المرمى، في في لعيبه كتار بيقدروا بشكل اضافي. كابتن اكرم الهادي انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق للفرقتين في مشوارهم في بطوله افريقيا، ده اللي نتمناه.